بداية أستاذي الكريم بعجالة لنوضح أنه وفق الاتفاق الفقهي بالعالم الإسلامي وضمنه العلماء الأتراك أنه لا يجوز قراءة القرآن الكريم أو كتابة القرآن الكريم، وليس معانيه، كتابة القرآن الكريم أو قراءته بغير اللغة العربية، وبالتالي ما حصل هو مخالفة واضحة للإسلام وللتعاليم الإسلامية من شخص مسلم هو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وبالتالي هذا مخالف بالدرجة الأولى لهذه النقطة. النقطة الثانية، لماذا فعل أقدم على هذا الأمر؟ كما قال الرئيس أردوغان قبل قليل، والرسالة واضحة، أن هناك محاولات من قبل البعض للعودة بتركيا إلى 70 عاما مضت، أي إلى الفترة السوداء، إلى الفترة التي كانت تشهد بها فيها تركيا الظلم فيما يتعلق ب ممارسة الشعائر الدينية الإسلامية بالتحديد. وبالتالي هذه رسالة ربما أن الصراع في الداخل التركي، وهذا الصراع موجود حتى في ربما في العالم كله فيما يتعلق بالإسلام والحرب على الإسلام وما هي من شعائر الإسلام، القرآن باللغة العربية من شعائر أساس شعائر الإسلام، وبالتالي هي رسالة أننا هذا الفكر المتطرف ما زلنا متواجدين في الساحة.